لسباقات الهجن العربية الأصيلة مع انطلاقة هذا الشوط الأول الرئيسي، شوط خاص باللقايا لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم عبارة عن إقامة 17 شوطا، هذا هو أولها على الهواء مباشرة. انطلق هذا الشوط في هذا النقل الحي وهذا النقل المباشر لوقائع ومنافسات صباح هذا اليوم. سن اللقايا هنا على أرضية ميدان الشحانية، بينما تشهد أرضية ميدان المصير لقايا لهجن منافسات اللقايا لهجن أبناء القبائل ما يعرف بالأشواط العامة، وتستمر أشواط الإثارة والندية، وتبدأ أشواط الإنتاج من الشوط 13 وحتى الشوط 17. إذن انطلق هذا الشوط مشاهدين الأعزاء في هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر سبتمبر لعام 2020. مسافات هذا اليوم هي 4 كيلومترات، ومقدمة الشوط ومن تحتل المركز الأول هيفا لهجن المرقاب، يضمر هيفا عبد الرحمن بن سالم بن صالح بن العرج في التضمير، بينما الدور دور المركز الثاني تتقدم مقيال لهجن أم الزبار، يضمر مقيال ناصر بن حمد الشهواني، يتابع مقيال على المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث يا أبو سعيد، وصلت عوائل تعود ملكيتها لسعادة الشيخ محمد بن سلطان آل عبد الله الثاني، يضمر عوايد هيد بن علي بن سلعان في التضمير. ننتقل إلى المركز الرابع، ومن تتقدم الغزيل، هذا الاسم التراثي الأصيل، مرحبا بالغزيل وباسم الغزيل، تعود ملكيتها لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني، يضمر الغزيل حسين بن محمد بن سفران، حصل دخول على الغزيل وتسلل من قبل مهابة، وصلت مهابة لهجن الشحانية، يضمر مهابة المضمر البرنس جار الله بن عقيل. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء، شوطنا الأول الرئيسي، هذا الشوط اللي يحسب له المضمرين الحسابات وأيضا الاعتبارات الكبيرة نظرا لأهمية هذا الشوط الأول الرئيسي عند ملاك الهجن، عند المتابعين، عند المراقبين. شوط الأول والمفتوح لهجن أصحاب السمو وسعادة الشيوخ لسن اللقايا، من ستؤهل نفسها في هذا اليوم لتكون بطلة من أبطال الختاميات، بطلة من أبطال المهرجانات، وأيضا لمن من هذه الشعارات القوية الحاضرة والمتواجدة هنا على أرضية ميدان الشحانية، أرضية ميدان التحدي، هذا الميدان العريق، هذا الميدان الأصيل، هذا الميدان الذي شهد له القاصي والداني بقوة منافسة بنفساته وبشراستها وبصعوبة الفوز بها. فلمن أمس هذا الشوط الأول المفتوح يا مضمرين، يا مسايرين، يا متابعين. المقدمة ما زالت مع هجن المرقاب على المركز الأول على صدارة الشوط، وتنطلق هيفا على المركز الأول، بينما الخطورة أراها من مهابة، هذا الشعار مع هذا المضمر من فعل الأفاعيل في السباق المحلي الأول. البرنس قادم مع هجن الشحانية، قدم لنا في مثل هذا السباق المحلي الأول منافسات مشرفة من خلال انتزاعه للأشواط الرئيسية المفتوحة، وأكثر النقاط ذهبت مع هجن الشحانية بقيادة هذا المضمر البرنس جار الله بن محمد بن عقيل، بينما هيفا على المركز الأول تعود ملكيتها لهجن المرقابة التابعة لسعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر الثاني، يضمر هيفا عبد الرحمن بن سالم الجربوعي بالعرج بالتضمير. انطلقت هيفا ولكن لا مفر، لا مفر، لا مفر من مهابة، 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 مهابة مع المركز الثاني. ايضا يا مخرجنا العزيز قادم شعار هجن الشحانية مع الديحة، مع الديحة على المركز الثاني، الله بن عقيل في التضمير. البرنس يتابع المركزين الثاني والثالث، يريد كما فعل في السباق المحلي الأول
كما فعل في السباق المحلي الاول. الكيلومتر الاخير، الكيلومتر الاخير، الكيلومتر المثير لمن الناموس. انطلقت مهابة، تصدرت زمام الامور، سيطرت على المقدمة، بينما هيفا مع المركز الثاني لهجر المرقاب، الشحانية قادمة مع المركز الثالث، تنطلق الديحة، تنطلق الديحة، ارى التسلل في هذه اللحظات من خلال المركزين الاول والثاني. شحانية اللون، شحانية اللون بقيادة المضمر البرنس، بقيادة المضمر جار الله بن محمد بن عقيل. الله يا راعي الدوحة، يا راعي الدوحة، أهنيك على هذا المستوى الرائع، أهنيك على هذا المستوى الكبير لمؤسسة هجن الشحانية وللمضمر جار الله بن عقيل. أرى الخطورة قادمة في هذه اللحظات، اللي واصله دوشة دوشة دوشة، اللي بتدوش المشاركين، اللي بتدوش المضمرين، دوشة يا دوشة دوشة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد الثاني، مالك بن عبد الله بن شامس في التضمير. ولكن انطلقت مهابة، انطلقت مهابة، تلاحقها الديحة، شحانية المركزين الأول والثاني، معك يا البرنس، معك يا البرنس جار الله بن عقيل. إذن هجن الشحانية العنابي يا عذابي ينتزع المركزين الأول والثاني، وسيطرة شحانية مع البرنس، مع مضمر الدوحة، راعية السيوف يقدم هذا المستوى الكبير. سلام يا هجن الشحانية، سلام، سلام يا البرنس، سلام. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمضمر جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الثاني، المركز الثاني ما بين دوشة وما بين مهابة، ولكن دوشة هي من انتزعت المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد الثاني، مع المضمر مالك بن عبد الله بن شامس المحاربي. المركز الثالث، المركز الثالث مهابة أو الديحة، الديحة اللي احتلت المركز الثالث لهجن الشحانية، أيضا معك يا البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت هيفا لهجن المرقاب مع عبد الرحمن بن سالم بن صالح الجربوعي. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت فيه الحليانة لهجن أم الزبار، يضمر الحليانة حمد بن سالم بن زهره. إذن هذه مهابة تنتزع المركز الأول وناموس هذا الشوط الأول الرئيسي، قطعت المسافة بتوقيت زمني 6 دقائق 5 ثواني، 64 جزء من الثانية. تهاني وناموس لهجن الشحانية، وتهانينا للبرنس جار الله بمحمد بن عقيل. المركز الثاني اللي ما قصرت، دوشة قطعت المسافة في 6 دقائق 6 ثواني، 64 جزء من الثانية. بالفعل سببت دوشة يا مالك يا بن عبد الله يا المحاربي، اسمها دوشة وسببت في الأمتار الأخيرة دوشة. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل أحمد الثاني، وتهاني للمضمر عبد الله بن شامس المحاربي. المركز الثالث وصلت فيه الديحة، قطعت المسافة في 6 دقائق 6 ثواني، 84 جزء من الثانية. التهاني والناموس لهجن الشحان.